من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. الأزهر والكنيسة مع الشهداء، زيادة مع تموين شهر ديسمبر، وأربعة عشر مليار جنيه للحماية الاجتماعية. الحرائق مستمرة وإغلاق مطار بن غوريون، وإليكم تفاصيل النشرة. الأزهر والكنيسة مع الشهداء. فقد أكد الأزهر الشريف أن أرواح الشهداء لن تذهب سدى، فدماءهم الطاهرة تعطر أرض الوطن، قائلا على الجميع أن يوفي حق هؤلاء الأبطال بالعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على مصرنا الغالية. كما أدانت الكنيسة القبطية الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة العريش، مؤكدة أن مصر ستبقى حصنا منيعا بوحدة شعبها بكل طوائفه في مواجهة كل من يتجاسر على تراب هذا الوطن. كان العميد محمد سمير المتحدث العسكري قد أعلن عن استشهاد عدد من أفراد قواتنا المسلحة بعد انفجار عربة مفخخة واشتباكات بشمال سيناء. وقال المتحدث العسكري أن مجموعة إرهابية هجمت إحدى نقاط التأمين مستخدمة عربات دفع رباعي مفخخة، حيث جرى الاشتباك معهم بواسطة أفراد الكمين، وتمكنت عناصر الجيش من قتل عدد من العناصر الإرهابية وإصابة آخرين. وأكدت قواتنا المسلحة أن هذه الأعمال الدنيئة لن تثنيها عن تأدية واجبها للقضاء على الإرهاب واستمرار تأمين مقدرات الوطن. مصر محور استقرار الشرق الأوسط، هذا ما أكده يانوش أدير رئيس دولة المجر خلال لقائه مع دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في بودابست، مشيرا إلى وجود تطابق في وجهات النظر مع الموقف المصري في مختلف القضايا الدولية، معربا عن دعم المجر الكامل لمصر في مختلف المحافل والمؤسسات الأوروبية، مشددا على محورية ومكانة مصر وأهميتها الكبيرة للدول الأوروبية بوصفها تمثل رمانة ميزان الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. تبدأ وزارة التموين تطبيق زيادة دعم الفرد الواحد على بطاقة التموين إلى 21 جنيه بدلا من 18 جنيها، مع بدء البقالين والمجمعات الاستهلاكية صرف السلع التموينية للمواطنين مطلع ديسمبر، وذلك في إطار دعم الدولة للسلع التموينية لمحدودي الدخل بتكلفة إجمالية تقدر بخمسة مليارات جنيه. هذا وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة تعالج أثر الإصلاح الاقتصادي وتأثيرها على محدودي الدخل. وقالت على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر المصارف العربية ببيروت أن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية للعام الحالي بلغت 12 مليار ونصف مليار جنيه، تم زيادتها بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لترتفع المخصصات إلى 14 مليار جنيه تشمل الدعم النقدي المشروط ومعاشات الضمان الاجتماعي. الحرائق على أبواب تل أبيب. فقد قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحرائق المستمرة لليوم الرابع على التوالي وصلت لأول مرة إلى ضواحي مدينة تل أبيب، مشيرة إلى إغلاق سلطات الاحتلال مطار بن غوريون. يأتي ذلك في الوقت الذي اتسعت فيه رقعة الحرائق بشكل سريع في مدينة حيفا ومحيطها، مما أدى إلى نزوح أكثر من 75 ألف إسرائيلي. إلى هنا نشرتنا انتهت، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.